جمانة مراد تكشف عن موهبة فنية جديدة وبيشجعني في كل حاجة. كل اللوحات مميزة الحمد لله، لان احنا ما بنختارش حاجة احنا مش حابينها ومش حاسين انها بتقول حاجة او مميزة على اقل بالنسبة لينا، فاحنا بس بنحرص ان كل سنة نحط مجموعة مختلفة عن المجموعة اللي احنا حطيناها قبل كده عشان الناس تتفرج وتتبسط. السنة دي مشاركين بمجموعة جديدة غير اللي شاركنا فيها السنة اللي فاتت. فالسنة دي شاركت جمانة مراد للمرة الثانية في معرض ايجيبت انترناشونال ارت فير اللي أقيم في القاهرة بنسخته الثالثة ب 68 لوحة لأهم الرسامين في العالم العربي. طبعاً إحنا بنحب نشارك في إيجيبت أرت فير لأن قائمين على إيجيبت أرت فير ناس عندهم حضور مميز، عندهم تنظيم رائع، في نفس الوقت الإكسبوجر الانتشار تبعهم دولي، يعني بصراحة من كل النواحي ممتازين، وهي تتناسب مع نفس الرسالة اللي نحن بنحرص عليها اللي هو إبراز معظم المقتنيات للجمهور. كانت الفكرة من الفنان جمانة مراد ودكتور ربيع بسيس ان هو حابب ان هو يعرض المجموعة الفنية الخاصة به للجمهور، ان هي تبقى متاحة للناس تيجي تتفرج عليها وتشوفها، مش وكانت فكرة عظيمة منه بصراحة، ان هو مش عايز يقتصر ان هو اللوحات الاعمال الفنية دي عليه هو بس، ان هو الوحيد اللي يتفرج عليها ويشوفها في بيته، لكن لا، هي متاحة للجمهور كله انه ممكن يشوفوها ويتفرج عليها. دي تاني سنة بكوليكشن مختلف عن السنة اللي فاتت، يعني مش عايز اقول ان هو اهم او كلهم في نفس الاهميه، بس اسامي استادي مثلا واحد من اهم الفنانين المشاركين في البرايفت كوليكشن محمود سعيد، يعني في عنده عمل فني محمود سعيد، دي حاجه من النوادر اللي ممكن تحصل. والمعروف عن جمانة وزوجها ربيع بسيسو عشقهم للفن التشكيلي واقتنائهم لأكثر من 500 لوحة بيختاروها سوا. أنا وجوجو بنختلف مع بعض شوي في الحالة، كنا ذوقين مختلفين، يعني عارفة ما عرفش اللوحة اللي هو بيحبها مش شرط أن أنا أحبها يعني، والعكس صحيح، يمكن أنا كان يعني كنت أنا ما عرفش يعني انا في حته وفي حته، بس دلوقتي احنا بنجتمع على حاجات كتير بنسبة كبيرة بقينا بنجتمع على نفس اللوحه. اللوح اللي عنده حالات مثلا حزن معين او حالات الم. وعشق جمانة للفن التشكيلي بقى معروف، بس اللي كتار منكم ما يعرفوش انها بترسم بشكل محترف. ترسم على قدي، ما لا بترسم عند المرسم تبعها وبترسم وعند اللوح تبعيتها، بس ما بترضاش تشاركها. ان شاء الله يمكن مره من المرات ننزل فيها معرض ونشارك، وده اكسكلوسيف ليكم. هو بيشجعني في كل حاجه، في كل حاجه الحمد لله. ومش بس زوجها ربيع بيدعمها، وانما صديقتها مها سليم كمان. المجموعه الموجوده هايله، العارضين كلهم ممتازين مختلفين خالص. جمانة ما تقدرش تعزمني وما جيش. لازم أكون موجودة طبعا. وبعيدا عن المعرض، جمانة ومها بيحضروا العمل جديد قريبا. بحضر أنا وجمانة حاجة لبرا رمضان لمنصة 8 حلقات، يعني لسه في مرحلة الدرافت الأولاني للورق، اسمه نصرة اجتماعي. هي الأم اللي بتربي ولا الأم اللي بتخلف؟ يعني السؤال ده سؤال بيحير ناس كتير، يعني أنت ممكن تربي بنت أختك وتبقى بنت أختك طلع حاسة أن أنت مامتها.